بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. إذا أؤتمن خان وإذا تحدث كذب وإذا خاصم فجر، هذه هي آيات المنافق الثلاث التي حددها لنا رسولنا الكريم إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. لقاءنا معاكم لأول مرة في الشهر الكريم، هنبقى زي ما اتفقنا من قبل رمضان، هيبقى بإذن الله تعالى كل يوم خميس من 10 ل 12، والإعادة فجر وظهر اليوم التالي يوم الجمعة مباشرة. عشان كده مرة واحدة في الأسبوع، يا رب يكون حضورنا خفيف عليكم. بس أنت بدأت بالمحددات الثلاثة لآيات المنافق، خير؟ خير. إذا كنت أنت كلمتني على ما يحدث، والذين يقسمون بأيمانات الله على أمور هي تصيبهم ولا تصيبنا، هم يصفون أنفسهم. أي واخد بالك؟ وأعتقد أنك أنت رديت بشكل عملي على هذه الأمور، لكن الحقيقة لازم أعترف أنهم نجحوا إلى حد في استدراج جماهير الأهلي واستدراجنا معاهم واستدراج بعض المسؤولين في النادي الأهلي إلى حيث يقفون. هو ضم طبيعي، لكن من كتر الإلحاح في الفجر والكذب والخيانة الموضوع أصبح يعني لو فوتته خطر، ولو تحدثت عنه استدرجت. صحيح. فهو موقف الحقيقة ما كان ينبغي أن احنا نتعرض له أو نتناوله في شهر رمضان الكريم، ولكن أنا مش عارف يعني ما هو الذي ينبغي أن يحدث منا. تعرف أنا بفكر في إيه تاني؟ والله التجاهل تاني، وهعتمد على حس ووعي الرأي العام. طيب. لأن الحقيقة أنا بجد كمان من الإنصاف من الرأي العام اللي بيردوا على هذه الأكاذيب والفجر في الخصومة بدون مناسبة. يعني كل ما تتكلم كلمة أبواق منظمة، ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، ويستدرجوا البعض ممن لا يعرفون الحقائق. يعني